السلام عليكم، مرحبا بكم. فيما يخص التنويهات اللي كنت درت لكم هذا اللايف بويسك شويه لا شارج، راها اسئله بزاف يا اخي. تفهمنا في حاجه، كي نكتبوا باللي يتباع يعني حاجه ما تقسيش عليها يتباع. فيما يخص تاع السي ام اس دوك يا توعنا، دوك نكونوا صراحه مع بعضنا، ثم تحوسوا على حاجه نتاع حق، والحاجه تاع الحق باه تبدا اجراءات اداريه. دونك لازم تخرج في الجورنال يخبرك واش كاين. ران واحد يقولك تهضر بالالغاز، انا مانيش خريج الحان وشباب باش نتفاهمو، وراني فاتح التليفون كي كاتب لك حاجه تحتها يتبع ما تسقسينيش، مسجلها في راسي وعلى بالي وقتاش نقولها لك. يعني كي تكون المعلومه جاتني غادي نقول لك، ولا تحوسني ندير لك البوز نكتب لك ونقول لك حاجه. فيما يخص السي ام اس اجراءات راها مركزيه، هضرنا والله لا يغيظ لك الواحد يقول لك انا متابع وتعاود تعيني بنفس السؤال بنفس الهضره. الاجراءات الاداريه، الله اكبر الحق والعصر، الاجراءات الاداريه اللي راها مديوره باش تكون الحقوق لازم قرارات اداريه. بداو يحكموا في الملفات تاع التجديد. انا نخبر فيك نقول لك السي ام اس رايحه تضموندي لك ملف جديد، وجد روحك ولا روح ادفع الملف نتاعك. ماذا بك تعجل؟ نهضر لك فيما يخص المتقاعدين والتكميلي، روح ادفع الاجراء اللي يديروه هما وما على بالهمش واش كاين. قال دوموندي ذا الملف الجديد يطلع يعمره في الريزو، السلطه المركزيه نتاع المصالح الاجتماعيه ولا الامنه العامه نتاع الوزاره هي اللي راح دير لا ديسيزيون واش كاين. كاين امور تحمل طوابع سر مكتوم، وكاين اجراءات اللي يخدموا بها هما. انت دي الملف تاعك. فيما يخص السكن، لايف ماشي ذا اللي فات وماشي اللي قدامه، اللي قبل فيما يخص المتقاعدين اللي كانوا يشتكوا من المعاناه نتاع المصالح فيما يخص السلطات المدنيه، او تفتح الجانب نتاع السكنات فيما يخص القروض فيهم نسبه هامش تاع 1% يديروه كدمغه طابع ولا اجراء ربوي. انا ذا الامور ما ندخلش فيها. الاساس هو الارض من عند الجيش، القرض من عند المصالح تاع الجيش. تروح عندك واحد باغي تشري عليه سكنه، عندك بروموتير، عندك كذا، الله يسهل. هذا الاجراء واش من موراه؟ تعرف واش من موراه؟ احنا ما رناش نديرو في الباز على الاجراء. الاجراء باه من بعد في المصالح نتاع الحالات السلطات المدنيه فيما يخص الداخليه، وهذه تاع الاخر جبدها اكوت. الاعانات وهذيك الامور اللي كنتم تهضروا عليها، الاموال متوفره. كي هضرنا على الجريده الرسميه، بزاف يقول لك الجريده الرسميه ما تخرجلكش التفاصيل نتاع القطاع الا اذا كان امريه من عند وزير الاول، ولا حاجه فيما يخص قطاع معين ما يخصص كما ميزانيه التضامن الوطني. هذا الخطره زادوا لهم ميزانيه ممكن عندها اجراء جديد، ولكن انت الميزانيه المخصصه في الميزانيه تاع 2023 من الرئاسه مجلس الوزراء للوزاره المعنيه نتاعك راها مرتفعة. تفاصيل البنود نتاع التسوية يندار مجلس على مستوى الأمانة والمصالح المعنية وأهل الاختصاص اللي تكون فيه بنود صالحة في الفايدة نتاعك، هكا باش تكون في الصورة. يعني هذا درت لكم البث التوضيحي، على بالي لو كان ندير في الليل ممكن يكون حاجة تاع سينيا. دونك هكا باش تفهموا الإجراءات راها تمشي. العام الجديد أو الناس هي أكتيفات الحمد لله، البارح لو برومي ولا لو دو، اليوم لو تروا، الناس راها تمشي. العام الجديد ما همش يلعبوا. فيما يخص هذه قصة جونفي تاع الزيادة، بون نبداو بالناس اللي قالك مكاش زيادة. حنا ما راناش نقولوا الزيادة مليار، ولكن الزيادة كاينة. وحسب الزيادة اللي غادي يعطيها لك، عطاك 500000 درك وعندك 500000 في جونفي، تدخل في الامور نتاع العجز، ما العجز والاولاد. هذاك الاجراء بغاو يعطوك، قلنا لك بغاو يعطوك كيلو كمون كامل يحطوه لك في جهة قال حق التقاعد زدناك مليون، بغاو يقسموه لك هذيك حاجتهم. هذا هو الملخص. لو كي انا هضروا بالالغاز وماهوش لغز اللي كبير، قال يعطوك 200 غرام 200 غرام 200 غرام ولا قطو لك كيلو، الله يسهل. بغاو يعطوك كيلو في جهه واحده، الله يسهل عليك. دونك هذا الاجراء لازم تمشوا به. التحيين تاع الملفات فيما يخص الاخوه 18 بلس 6 تكميلي، التكميلي بزاف راه عندكم مشكل تاع التكميل. هذه الصيغه تاع السكن، شوف التكميلي تعرفوا اكبر تحدي، وهذا ديروه كما قال لك الاخر بيناتنا، او عندكم تعديل في الزياده. ثم حاجه لازم تفهموها، ماناش عارفين ثم الله يحسن عونكم في جانب، مقلقين من جهه تقول ما عندي حتى وثيقه. كي تخرج من البلومباج المرسوم الرئاسي اللي خرجك من الفانتسات ويزيدك
اي واحد يدي 27 انا ما عندي مشكل لا معاه مو بلا مع واحد اخر. ربي قال نحن نرزقكم، ماني انا اللي سنيت لك، ماني باغضك والله، وتدي كل يوم كابا نتاع دراهم الله يسهل عليك. المهم كي تدي الحق نتاعك ويزيدوك انت خارج تكميلي واعطاوك فوق التكميلي، راكم كسرتوا حاجز لتثبيت الاجر لهذاك تاع 27. يعني رحتوا صاير تقعدوا تمشوا، تبقى لا ديفيرونس تاع واحد خادم فوق 15 وخادم تحت 15، ديك 300 ولا شحال يقدروها. صبروا ان شاء الله الامور فيها خير. كي تكون هذوك تاع التوقيت الجزئي، وقلت لكم اي العمال المهنيين والتوقيت الجزئي عندكم الترسيم، هذوك امور خليهم. خلوني نجاوب الناس اللي كانت مقلقه فيما يخص القطاع تاع حمى الديار سابقا، وان شاء الله الوضعيه تاع الغير منسوب الامن قلت لكم دخلت. كاين اجراء فيما يخص هذوك تاع الملفات الاخوه تاع المشطوبين اللي عندهم صفر، وهذوك الاجراءات صبروا. ما كاش حاجه اللي رايحه تقول لك ما كانش، قلت لكم القانون تاع فتره الطوارئ الاجنده منا الكنز، ممكن الزياره تاع الرئيس ومن بعد عنده افتتاح الالعاب تاع الشان هذاك. كان الاجنده الرئاسيه اللي يكون قلت لكم كاين الزياره تاع ولي العهد والمجلس الاعلى للامن وزياره تاع روسيا، وحده فيهم تسبق وحده، يعني كاين تدارك فيما يخص الترتيب تاع كل وحده والاولويه نتاعها. وهذا العام عندكم على خاطر فيه التكوين، بدايه التكوين تاع الشهر هذاك اللي قرره المجلس الاعلى للامن مع المجلس الوزراء مع قانون الاحتياط فيما يخص بدايه ارسال الاستدعاءات تاع الشهر كل سنه لاعاده التكوين. ربي يحفظكم. الاجراء التاديبي هذا، شوف قلت لكم هذا كاع اجراءات صفحات يديروكم في واحد الوسواس، وليت انا الكم الهائل من الاسئله والله الباتري حتى طاحت. ما زعما ماهوش حاجه اللي نقدر، انا ماني مخل حتى واحد حاجه كاينه رايحين نخبروا لكم. اجراء تاديبي المرسوم اللي خارج المشطوب راتب تكميلي، اجراء تاديبي ما نعاودوش نرجعوا للتفاصيل القديمه. راهم يخدموا، والناس اللي عندكم المنسوب تاع المشطوبين وهذا الامور اللي ما خلصش جونفي هذا، ان شاء الله يكون عندنا تواصل ونشوفوا عليه. اللي عندهم منسوب كونفيرماسيون تلحقكم من ابراهيم والامور تدخل لو 5 ان شاء الله، نشوفوا واش كاين بعدها يكون فيه بث. ربي يحفظكم. الرقم يكون مفتوح، الرقم يكون مفتوح على حسب الوقت نتاع الفراغ والباتري. ربي يحفظكم وان شاء الله يسمعكم سماعه تاع خير. كي تكون حاجه رانا ننوركم بها. مشكوري. فيما يخص المسكن تاع الاخ جلال هذاك، ربي يحفظكم، كاين واحد الاخ راه ارسل شويه تاع سيما، ومشكور قلت لكم ذاك الاخ البناء من رغم بعد المسافه، الاخ من الباتنه والبناء الاخر من سعيده. ربي يجازيكم كل خير، وان شاء الله بنياتكم النيه نتاعكم اللي وصلتكم، شوف سبحان الله انسان يدي بلاصي باش يخدم ويعاون. ربي يبلغ المقاصد نتاعكم ان شاء الله، ويفرح لكم الذريه نتاعكم ويبني لكم بيت في الجنه، على قدر نيتكم ترزقون. وعليكم السلام، شكرا، ربي يحفظكم.